قوية مثل ما تدعمنا الشيخة مريم بن سلطان نهيون في جميع منشآت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أود أعبر عن امتناني والشكر لقيادتنا رشيدة والشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمهم المستمر للمرأة الإماراتية في شتى جميع مجالات الدولة. وكان هذا الدعم له أثر كبير في حياتنا، في حياتي أنا كامرأة إماراتية، وأحب أشكرهم لأن تجاوزنا الصعوبات والتحديات بفضل دعمهم المستمر. أتمنى للأمرأة الإماراتية أنها تكون دائماً عندها طموح وتحقق اللي في خاطرها وتكون يعني قد اللي تسويه، وإن شاء الله إحنا متأكدين من هالشيء أن الإمرأة حالياً أنها تقدر تسوي كل شيء في الدولة ومساعدة يعني إن شاء الله. Today we have a lot of great Emiratis women. We are expecting to go to the space with Noura Al-Ali, and also we've been flying over the sky with Maryam Al-Mansouri, and also we have the youngest Minister of Youth Affairs, Shamma Al-Mazroui. Their courage is inspire all of us to dream big and go beyond our dreams. النصيحة اللي أعطيها للمرأة الإماراتية إن ما تتردد إذا كان في خاطرها تبدأ في أي شيء يخليها proud of herself، يعني مثلاً تفتح مشروع، مثلاً توصل اسمها يعني العالمية، تخلي الكل يعرفها في هالشيء اللي تبى تبدأ فيه. نصيحتي للمرأة الإماراتية ما شيء مستحيل، تقدرين توصلين وين تريدين، والله يطول عمر شيوخنا داعمينا في القطاع الخاص وموفرين لنا الفرص، وأيضا مش يكون أن دافع أنك تكونين يعني في المقدمة أن تدفعك مرأة أو غيرها، عادي يكون رجل أنه يكون في ظهرك يساعدك لتقدمين نحو الأفضل. الشيء اللي خليني فخورة كوني إماراتية لأن المرأة الإماراتية صار الحين لها دور كبير في كل المجالات، وهي مركز المجتمع والمجتمع ولها دور كبير في المجتمع. هي أم، هي تشتغل في نفس الوقت، هي تساعد بناء الأجيال يعني اللي بعدنا وحالياً ما شاء الله.